السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي. وقبل ما نبدأ في الحلقة نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مباراة الجزائر والمغرب للمحليين، وطبعا تحت شعار خاوة خاوة. وشفنا طبعا اليافطة اللي كانت معمولة، المباراة على أرض المغرب، مباراة ما بين شقيقين، مباراة ما بين دولتين بينهم علاقات على مدار تاريخ الدولتين، علاقات حب ومودة. وطبعا يعتبر المغرب والجزائر أقرب دولتين يشبهوا البعض على المناخ، وبيشبهوا البعض من الأصول والعادات والتقاليد، وفي حاجات كتيرة بتربطهم مع بعض. وهم دايما، حتى وانا قلت قبل كده في حلقة من الحلقات لما في بطولة أفريقيا، كانوا بيشجعوا بعض. ومن منطلق مباراة خاوة خاوة ما بين الجزائر والمغرب في تصفيات الأمم الأفريقية للمحليين، هنبتدي نتكلم عن المباراة. طبعا أنا مش متابع قوي المحليين، هتكلم كل ده في المباراة، والمباراة النهاردة كان شكلها ازاي، ومين كان بيلعب أحسن، ومين كان يستحق الفوز، وهتكلم عن المنتخبين. بس قبل ما نخش في الحلقة، ياريت تنزل تدعمنا بلايك، لأن اللايك بيخلي اليوتيوب يقترح فيديوهاتنا، وشير للحلقة وسبسكرايب للناس الجديدة، وفعل زر الجرس. عايزين نوصل الحلم الصغير 100,000 في أقرب وقت، بيكم نقدر. يلا بينا نخش نتكلم على المباراة وأهم نقاط القوة والضعف في الفرقتين. يلا بينا نخش على المباراة. بداية هتكلم عن المغرب والجزائر. المغرب والجزائر انا بتفرج عليهم طبعا في الفريق الاول، عارفهم وعارف تشكيلاتهم وعارف لعيبتهم، وطبعا بيتفوق الجزائر على المغرب في الفترة الاخيرة، يعني في بطولة افريقيا اللي فاتت وبعد بطولة افريقيا. منتخب الجزائر مستقر، منتخب المغرب لسه مغير طبعا مدرب ولسه مش مستقر قوي، فلسه بيبني فرقته، ولسه خليل زيتش بيتحسس، لكن جمال بالماضي عارف فرقته. هنتكلم طبعا عن المحليين. المحليين مختلف تمام، لان طبعا المحليين ما بيبقاش فيه محترفين، هم بيعتمد على اللعيبة اللي بتلعب في الدوريات، يعني في الدوري الجزائري بيختاروا منهم فرقة الجزائر، وفي الدوري المغربي بيختاروا منهم لعيبة المغرب. مباراة النهاردة كانت في المغرب، مباراة كانت قوية الشوطها الاول، يعني هتكلم دلوقتي عن الشوط الاول. الشوط الاول طبعا المغرب كانت متسيدة المباراة، وتقدر تقول وان سايد جيم للمغرب على الجزائر. اداء، يعني انا بتفرج على الجزائر وعارف الجزائر، بس ما كنتش متوقع ان منتخب المحليين هيبقى بادئ بالاداء الباهت ده، بالانهيار ده. مفيش كورة، مفيش تسليم، مفيش استلام، ما بيعملش نقلتين ثلاثة مع بعض. يعني ابرز اللي كان موجود اميس سعيود، اللي ممكن يمشي كورة شوية، بيعرف يمرقص وبيعرف يسلم ويستلم، لكن الدفاع مفتوح، الدفاع ما كانش كويس، الدفاع كان سيء جدا جدا جدا. يعني النهاردة في حضور جمال بالماضي من المدرجات، كان جاي يتفرج على فريق المحليين، وخليل زيتش بدوره منتخب المغرب برضو كان موجود بيتفرج، وشفنا لقطة جميلة ما بينهم الاثنين وبيعانقوا بعض. فطبعا في وجود جمال بالماضي، اللعيبة كان المفروض، ده مدرب المنتخب الاول، يعني المفروض تنزل بالروح وبالعزيمة بتاعت المنتخب الجزائر الاول، تلعب حتى لو بره ارضك. بس ده اللي ما حصلش. الشوط الاول شوط سيء جدا جدا من الجزائر، شوط مفيش كورة، مفيش هجمات، يعني مفيش هجمة شوطة على الجون تقدر تقول فرصة. انا ما كنتش متوقع ان منتخب الجزائر المحليين هيبقى بالسوء ده او بالمنظر ده، كنت متوقع مباراة اقوى من كده ما بين المغرب والجزائر. الشوط الاول نتكلم بقى على منتخب المغرب في الشوط الاول، على العكس وعلى النقيض تمام، منتخب المغرب نازل هو عارف عايز ايه. المغرب ضغط من اول دقيقة بطول الملعب. المغرب من اول ما اتفرجت على خمس دقايق قلت المغرب هتفوز باين. يعني ايه؟ انت من الوهلة الاولى لما تتفرج على فرقة بتبقى عارف الفرقة دي النقط القوة والضعف فيها. لا، المغرب عندهم لعيبة، يعني وليد الكارتي اللي يميز برضو المغرب، لعيبة من الوداد كتير، لعيبة من الرجاء، لعيبة من المغرب التطواني، لعيبة بتلعب في افريقيا، ويعني قوة البطولة المغربية شوية، وبالنسبة لانها بقالها 3 سنين بيوصلوا لنهائيات قارية، بيميز
محليين المغرب عن محليين الجزائر، اللي احنا عارفين محليين الجزائر مش بقوة او مش الدوري الجزائري، الفرق الجزائرية في الفترة الاخيرة ما تواجدتش في افريقيا قبل نهائي او نهائي كتير، فقوة منتخب المغرب جاية من قوة الاندية المغربية المحلية، لان احنا عارفين ان خليل زيتش اساسا ما بيعتمدش على اللعيبة المحلية. فبالنسبة طبعا للمدرب عموتة بيعرف يعمل التشكيلة، عنده فرقة قوية وعنده أندية قوية، وعموتة كمان عارف الدوري المغربي كويس جدا. عموتة من المدربين اللي أنا من وجهة نظري النهاردة أثبت أنه كان كفء عن خليل زيتش أنه يقود المنتخب. منتخب المحليين في الشوط الأول عمل كل حاجة في الكورة، أهداف، جون، 2-3، الكارتي كان بيلعب، أحداد، حميد أحداد اللي كان بيلعب في الزمالك ورجع راح الدوري المغربي تاني، وطبعا إسماعيل الحداد يعني، وأيوب الكعبي نزل الشوط الثاني، لعيبة يعني لعيبة معروفة، والكارتي بيلعب في الوداد ومعروف، وأحداد والحداد لعيبة تقدر تشيل منتخب. لكن الناحية التانية مفيش اللعيب المؤثر في الجزائر، مفيش اللعيب السوبر في اللعيبة المحلية، لكن المغرب عملت كل حاجة في الكرة الشوط الأول. الشوط الأول إبداع وإبهار من المغرب. طبعا عموتة مدرب جدا جدا جدا، انا كان نفسي يعتمدوا على عموتة في المنتخب الاول، المنتخب المحليين. انت لو دعمته بزياش وبكم اسم كمان هيبقى احسن من المنتخب الاول. قدر الشوط الاول يخلص 3-0 المنتخب المغرب، اداء ولا اروع، وان سايد جيم زي ما قلنا. كنت متوقع الشوط الثاني هيبقى فيه ردة فعل، وكان فيه فعلا ردة فعل، بس ردة فعل مش اللي هي في النتيجة، لا في الاداء. الشوط الثاني كنت متوقع ان يعني هيبقى في ردة فعل من الجزائر، مش هيبقوا بمنظر الشوط الاول، وده اللي حصل فعلا. الشوط الثاني الجزائر تمسكت، الدفاع اللي كان كارثي ابتدى يتظبط شوية. اي نعم المغرب ضيعت فرصة او فرصتين، الجزائر برضو ضيعت فرصة او فرصتين، بس ما تقدرش تقول ان فرقة الجزائر دي وتقارنها طبعا بالمنتخب الاول. منتخب الجزائر بقيادة جمال بالماضي ورياض محرز وبغداد بنجاح واسلام سليماني والبلايلي وفي نص الملعب بالناصر، ده قصة وده قصة تانية خالص. بس هو الريتم بقى في تسليم، ظهر زي ما قلنا في نص الملعب الاستلام والتسليم، وفي الهجوم عملوا كم كورة، الدنيا كانت حلوة عن الشوط الاول وتمسكوا، وقدروا يطلعوا الشوط الثاني بنفس النتيجة 3-0. المغرب برضو هي غيرت وعمل التغييرات، اللي هي نزلت ايوب الكعبي مكان حميد احداد، وعملوا كم تغيير. انا فايز الشوط الاول 3-0، فالنتيجة بالنسبة لهم كانت مريحة جدا، ومش هيتعبوا نفسهم اكتر من كده، وكانوا راحوا بكم هجمة بس ايه ما قدروش يترجموها، والمباراة خلصت 3-0. المغرب في المجمل، المغرب المحلي افضل من الجزائر المحلي، وده بيرجع من وجهة نظري لقوة البطولة المغربية وقوة الاندية المغربية في الفترة الاخيرة. احنا عارفين قوة المنتخب المغربي بتيجي من الاندية للمحليين، يعني عشان خاطر مفيش حد من المحليين بيروح الفرقة الاولانية. عندك الوداد المغربي مثلا في 3 سنين صعدت 2 نهائي، مرة خدت البطولة مرة وخسرتها مرة، وعارفين قصة الوداد والترجي والبطولة دي طبعا. وطبعا في الكونفدرالية فرقة مغربية برضو يعني، والفرق المغربية كانت عاملة شكل ومنظر، لكن الفرق الجزائرية عارفين اتحاد العاصمة بعيد بقاله فترة، شباب بلوزداد بعيد بقاله فترة، شباب القبائل، الفرق دي كلها كانت بعيدة لفترة في الجزائر. المغرب افضل حاليا من ناحية الاندية، بس لو المنتخب الاول، لا المنتخب زي ما قلنا الجزائري اقوى من المنتخب المغربي في الوقت الحالي، بس المحليين انا شايف ان المحليين بقيادة عموتة فرقة كويسة، ممكن هتصعد بطولة افريقيا. نتمنى صعود الفرقتين لبطولة افريقيا. انا معرفش نظام، عشان بس ايه ما اقولش ان انا بفتي، معرفش نظام تصفيات افريقيا للمحليين ايه، ذهاب وعودة ولا مجموعة، برضو طبعا هدرس الكلام ده، بس انا قلت اعمل حلقة سريعة واتكلم فيها. نتمنى صعود المنتخبين لو هي نظام مجموعة، لو نظام رايح جاي فالافضل طبعا هنقول له مبروك، والخاسر هنقول له هارد راك. في الاول وفي الاخر الفرقتين اخوات، الفرقتين بالنسبة لي عرب، الفرقتين بالنسبة لي اللي هيفوز فيهم هقول له مبروك زي اي دولة عربية. بنتمنى، وبالذات الفرقتين دول ليهم غلاوة عندي، جمهور المغرب وجمهور الجزائر. في الاخر يعني منتخب الجزائر مش عايز اظلمه، مش عايز يعني اقصه عليه، بس هو
لعب مباراة سيئة جدا جدا الشوط الأول، وكان من أسباب الهزيمة. يعني هو طلع الشوط الثاني 0-0، بس الشوط الأول كان سيء جدا جدا جدا، ودخل فيه 3 أهداف. كنت متخيل المباراة أقوى من كده، ما بين ديربي عربي عربي الجزائر والمغرب، ديربي شمال أفريقيا. عموتة عامل تيم جيد، عموتة من وجهة نظري، يعني بقول للمغاربة أنتوا خسرتوه في الفريق الأول، وأن يمسك منتخب المغرب الأول كان زمانه عامل شكل أحسن من خليل زيتش. عموتة حافظ اللعيبة. أنا لسه عند رأيي أن اللعيبة المحلية لازم يبقى ليهم تواجد مع منتخب المغرب. شفنا وليد الكارتي لعيب، الحداد لعيب، أحداد يعني أيوب الكعبي، في كذا لعيب بتنا، في كذا لعيب موجود كويس، فلازم بصة من خليل زيتش على اللعيبة دي. كان نفسي يبقى عموتة فعلا، عموتة عامل حالة مع منتخب المحليين. كده بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. انت قول لنا رأيك كمغربي او جزائري. الجزائري طبعا عارف هو هيطلع زعلان انه فرقته اتغلبت بالطريقة دي، ومش زعلان عن، مش هيزعل عن النتيجة انه مغلوب مثلا 3-0 وما قداش، لا هو هيزعل مش عشان 3-0، هيزعل عشان اللعيبة ما كانتش قد المسؤولية زي المنتخب الاول، ما يقاتلوش من اول دقيقة لاخر دقيقة. اتغلب بس لازم اقاتل. لا الجزائر النهاردة ما كانتش جيدة في منتخب المحليين. المنتخب المغربي حق جماهير المغرب انها تفرح بالمنتخب المحليين، منتخب جيد، منتخب هينافس. انا شايف انه منتخب جيد بقيادة عموتة. كده بنكون وصلنا نهاية الحلقة. لايك للحلقة وشير للحلقة وسبسكرايب للناس الجديدة وفعل زر الجرس. خوا خوا.